يسلموا إيديك. أهلا وسهلا، شرفتوا. شكرا لك. مشغول بالك عمي سامي؟ إيه مشغول بالي بسبب كتير شغلات. إيه قول لك أنا عمي شو القصة؟ شوفي حابب إنه أحكي. ولو طبعا، ماني متعود شوفك بهالمنظر. رولا يا غسان. شو رولا؟ شو صار لرولا؟ رولا اليوم كانت عنا بالشركة، أصلاً هي دائماً عنا. والله قالت لي هالحكي، عم بتقلي إنه أغلب رفقاتها تركوا اسطنبول ونحن منضل عم نشتغل، بتجي بتشوفنا وبتتسلى شوي. مو كلنا غسان، أنت. أنا؟ رولا بتجي على الشركة لتشوفك أنت وبس، ولتكون جنبك على طول، ومشان تاخد منك أخبار. مو هاي هي القصة، بس أنا بدي إياها تكون واثقة من حالها، بدي إياها تبلش تشتغل، على الأقل تنجح وتعمل شيء لمستقبلها. بس هي على طول معك؟ يعني أنا ما بدي إنه هيك. عم نحكي بصراحة غسان، لأنه ما سبق وكذبنا على بعض ولا مرة. بتذكر كيف حبيت ديما وقديش تعلقت فيها وشو عذبك هذا الشيء؟ كنت معك، كنت شاهد على حبك، مظبوط؟ صح مظبوط. أنت تعرف منيح شو يعني إنك تحب وما تنحب، تعرف مو هيك غسان؟ أنا فهمان عليك. أنا قصدي إذا ما كنت بتحب رولا وبدك إياها، وبعرف إنك ما بتحبها لأنه أنت بتحبها لديما، مظبوط؟ بدي إياك تبعد عن رولا، أرجو غسان اتركها بحالها. أنت بتعرف قديش بعزك، بس رولا هي بنتي ووحيدتي، وأكيد ما عندي شي بالدنيا أغلى منها بنوب. الحق معك عمي، أكيد الحق معك. بالأخير أنا ما بدي أغلط بحق رولا ولا بحقكن أبدا. رولا مو منيح تجيها هيك صدمات، يعني مو ناقصها، رح تتفتح جروحها القديمة. يعني غسان أنت قوي وبتقدر على وجعك، بس هي لسه ما عندها قوتك. هيك أحسن لكم، فهماني ما هيك؟ فهمانك يا عمي، كون مطمن ما يكون عندك شك. من امتى واقف هون؟ شوفي صار شي، زعلان مني؟ ليش بدي ازعل؟ اذا كان قصدك بخصوص العارضة؟ لا لغيته اصلا، ما عاد بدي، يعني كانت هوس كم ساعة وراحت. وتراجعتي عن الزيادة كمان؟ طبعا طبعا تراجعت عنه، شو مجنونة؟ احيانا بيخطر على بالي شغلات بلا طعمة، وبتصرف بطريقة سخيفة، حتى لما بلش احكي ما عاد بعرف اسكت، سكتني فورا. نطلع بقى مشان الاجتماع؟ غسان بيك ما رح يجي؟ سبقنا لبرا، رح نشوفه تحت. شو غريبة ما هيك؟ نحن مع بعض، ومن جهة تانية الحياة لسه مثل الأول. رح تكون أحلى لسه بكل شيء طبعا، الا اذا خطر لك شي شغله ما بعرف. ما رح يخطر لي، لا تقلق بعد اليوم. قصدك انه ما بقى في ممنوعات؟ يعني اذا هلا طميتك هون ما عاد في مانع؟ الاسانسور. وطبعا لا تنسى هاد بالاخير اسانسور شغل، متذكر مو؟ ممكن حدا يطلع فيه، ممكن حدا ينزل منه، وفي كاميرات وشغلات مركبين. انت منيحه؟ معلش تسكت بقى. عمي انت كمان جاي؟ مو جاي معكم، انا بتوتر كتير. انتوا روحوا وبعدين بشوفكن. يلا
كل أمورك منيحة؟ أموري ممتازة. يلا ديما، المساء رايحة على الدورة ما هيك؟ نعم الدورة. ديما ما عندك دورة اليوم؟ مو بدك تروحي لهنيك؟ ايه بدي روح. ايه حلينا شغلتنا اذا هيك. بحاول خلص لا تاكلوا هم، وانتو علقتوا عليه كمان، ما في داعي كل هالقد. خلص فهمنا، رح نشوف رسماتك انت كمان، كأنه طققناك شوي. ديما انت منا وفينا شبكي ولا شي. انا اصلا رسمي لساته على قده، يعني ما وصلت لهالمستوى. مو صح، انت كتير منيحة، ممتازة الحقيقة. والله ما بعرف شي، كيف منيحة أنا؟ أصلاً شو بده يطلع بإيدي بهالوقت القصير؟ التصميم مو شغلة وقت، هو شغلة إحساس، فهمتي كيف يعني؟ ما في داعي تبقي سنين عم تتدربي، ما شفتي التصميم اللي شفناه؟ مع إنه طالب اللي راسمه. عن جد تصميم ممتاز. عمو شكري، كأنه صار شوب كتير ليكون من الشوفاج، الجو صار نار. اختنقت أنا. قد ايه حلو هالمحل، يا الله هذا ستاند لباسيونس. شوفوا هالفستان، شوفوا هالفستان، شوف يا شو. لا بقى عم يمزح هدول، شو عم اشتري بيت انا؟ عمر بيك، غسان بيك، نورتوا، اهلا وسهلا. أهلين فيكي. بعد إذنكم رح تنطروا شوي مشان الاجتماع، بتحبوا تشربوا شي؟ لا يسلموا، بعدين شوي وبرجع لكم. أوه الأساتذة، شو أخيراً التقينا؟ كأنك ما بتعرف تقعد عاقل. آه يظهر لساته معصب مني، ولا لأنه عرضت عليهم يحطوا ستاند إلي كمان؟ شكله بدك تصيد بالمي العكرة، مو هون لو سمحت، بلاها. آه كأنه هي ما اسمها نصيحة من صديق، على الأغلب هي اسمها تهديد عدو. شوف مو حاطينك ببالنا لتكون عدو، نحن عم نشتغل وبس. حضرتك ما لقيت غير هالمحل باسطنبول لتعرض فيه؟ ماني شايف أي مانع وسع شغلي، بالأخير كلياتنا عم نشتغل لنحقق نفس الهدف، ما هيك؟ أكيد أكيد. منشوفك، يلا نلتقي. ماشي ممنونك. أنا طبعا باسيونس كتير مهم بالنسبة لنا، بس داني بيك عرض علينا عرض ظريف كمان، ولهيك ترامبا رح تاخد الستاند تبعكن. بس ما رح نظلم باسيونس، حضرتك لا تاكل هم، جهزنا لشركتكم مكان ستاند ممتاز. ممتاز، إذا هيك نحن رح ننسحب من محلكم. كيف؟ كيف؟ شبكوا الرقوق، ما في مشكلة، محامينا رح يتصل فيكم مشان فسخ العقد، وعن جد الشغل معكم كان حلو كتير، شكرا لكم. يلا غسان. ايه بس بيك. بس ثانية، على الأقل شوف مكان الستاند رح يعجبك، خلينا نحكي لو سمحت. ما بظن بقى في شي نحكي فيه، أنتوا اخترتوا يلي بدكن ياه. عمر بيك، صار لنا كل هالسنين عم نشتغل مع بعض، برأيي فينا نلاقي حل وسط. الحلول الوسط ما بحبها كتير، يعني بيجوز تحسوا انه طلباتنا التعجيزية، بلا ما نضايقكم. قصدك حضرتك بدك نرفض عرض داني بيك لترضى تبقى معنا بالمحلات؟ يعني يلي بدي اقوله، اذا ترامبا هون نحن مو هون. طبعا هذا خياركم، يعني فيكم تختاروا وتشتغلوا مع ترامبا، بس نحن ما منكون مطرح ما بيكون ترامبا موجود. في مجال تقعد لو سمحت؟ بنحكي شوي وبنرجع لك. خذوا وقتكم. شفتي يا ديما؟ هذا مدير شركة باسيونس، صحيح هو بنق كتير وما بيعجبه شي، بس شفتي شو عمل بالجماعة؟ فوتهم بالحيط ولبكن. بس ما زودت عليهم شوي؟ أنا بفهمهم، ما زودت أبدا، أنا ما بقبل اسمي يكون بمكان موجود فيه اسم ترامبا. منيح
منيح. عمر بيك، الحقيقة حضرتك حطيتنا بموقف صعب كتير، هيك قرار ما فينا ناخده بهالسهولة. إذا بتمهلنا لبكرة لحتى نفكر. مثل ما بيريحكن. إذا غيرت رأيكن ما رح نغيره. يلا غسان منقوم. يعطيكم العافية، منشوف الله معكم. نورت بخاطركن. سلام. منشوفكم. الله معك. سلام. مو طبيعي كيف أنت انتقمت من قلة ذوقن، بس عن جد بدك تترك المحل نهائيا؟ رح أخلي هالقرار إلك أنت، أكيد مو صعبة تلاقي محل تاني. لا تقولها، مو سهلة بنوب، لا تحط القصة براسي لأنه ما لها سهلة، بشوف شو بساوي. بس عن جد عيب عليهم، قال شو عملن داني عرض ظريف كتير، خلوا داني عندكم بلوا وشربوا ميتوا بالمحل لكان، ما قصرت فيهم وبالناقص منهم. هذا هو أخي اللي بعرفه، بأي طريق منمشي مع بعض، حتى لو ما عجبه الطريق ولو ما كان سهل، بيعمل جهده ياخدنا مطرح ما بدنا نوصل. حليتوها يعني؟ ايه صافي يا لبن. ايه صافي يا لبن، أحسن حدا بيحل المشاكل. اسمع عمر، انت ضغطت عليهم لانك وثقت فيني، قول الحقيقة. اكيد ما كنت واثق بالوي. قليلة انت. المفروض نضغط عليهم غسان، طبعا وثقت فيك، بمين رح اوثق غيرك؟ شريكي واخي، عملت صح ولا يهمك. دورت عليك بكل الشركة، وين كنت؟ اليوم كنت أنا وعمر مشغولين كتير. شو رأيك نطلع ونتعشى سوا؟ من أجلها لغير مرة، تعبان اليوم مو قدرة نروح. ما بتطول، منتعشى وبترجع على البيت. يعني بالأساس ما فيني أتأخر كتير، لأنه جايين اليوم ضيوف يسهروا عندي بالبيت. يلا رولا. إيه هلأ نحن يعني صرنا فترة، أنا بدي أبقى لحالي. تبقى لحالك؟ اتركك يعني؟ ايه. غسان شو عم يصير؟ شو بده يكون فيه؟ ولا شي، حابب إنه بعد شوي. ماشي، بتعرف إني ما رح ضايقك، امشي. طيب، وانتي بلا ما تتأخري عن ضيوفك. مزبوط، ما بيصير اتأخر، عيب. اف يا يعني كل يوم بدك تطلعي لي فنة جديدة، بعدين معك اي دراسة بهالوقت؟ الا بدك تهلكي حالك، ما هيك؟ ما بيصير، اصلا كل وقتك بالشغل ومو معروف ليلك من نهارك، مو حرام عليكي؟ والله هلكتي. لمصلحتي لازم ستي، يعني هذا استثمار لإلي. من وين بتجيبي هالفزلكي بالحكي؟ آخ، بيقول المثل اللي بتتعبه بشبابك بيروح من صحتك على كبر. لازم تنتبهي على حالك، انت مانك شايفة نومتك كيف صايرة ولا أكلك كيف صاير. ايه مع مين عم أحكي أنا؟ ييي كتير برد، تغير الجو. شوفي رح تمرضي، يلا فوتي لجوا بسرعة بعدين بتبردي وبتمرضي. يلا ستي لجوا حبيبتي. يلا الله معك، اتدفي منيح. دمدوم جاي، لوين رايحة بهالوقت؟ أنا بدي روح على درسي، ومن هنيك لبيت نريمان خانو. ليش لا تروحي؟ في عندها عزيمة ولا كوي؟ لا كوي ولا عزيمة، هي رولا عزمتني. رولا عرفتيها بنتها لشم قرين. بالأول ما كان بدي روح، بس حرام أخطي، كتير وحيدة وأنا شفقت عليها وبدي روح زورها تتسلى معي. ايه عمر والله هو كان جاي على بالي ضل ملزقة فيه، بس قلت بلا هالغلاظة هلأ بيمل مني. وليش بده يمل يا جدبة؟ مو هو بيحبك؟ بيحبني ما هيك؟ ديما شو صار بشغلة التصميم يلي حكينا فيها الصبح؟ لا تسألي على هالشغلة يا بنت، والله عم ادعي مشان ينسوا الموضوع. أصلاً أنا وقعت حالي بهالمصيبة وما حدا سمع علي. شو القصة؟ وشو هالتصميم والمصيبة؟ روق، بعدين أنا بحكي لك القصة. سمعوا ديما يا روحي، أنت عملتي الصح، ليش كان عندك حل تاني يعني؟ ولا كان لازم تروحي لعند عمر وتقولي له ما بدي اياك لاقلك شي وحده غيري حبيبي؟ خلص الله يوفقك. اصلا لما بس بفكر بالقصه بحس قلبي رح يطلع من محله ويوقف، عن جد تعبت ونفسي انقطع، مرعوبه رح موت. خلص رح اسكت، المهم صار عندك حل. وين الحل انت الثانيه؟ وين الحل؟ الحل كان بيع رسماتي للزلمه مشان اخذ المصاري، هلا ما عاد اقدر بيعه حتى. شو بصير اذا انلقطت؟ شو يا بنات؟ يلا لا تزعلون عند هالمسا،
وانت روحي على شغلك. نزار بالبيت معي؟ ايه بالبيت. ماشي يلا يلا بشوفكم. ديري بالك. ماشي باي. صحيح مو كان عندك اليوم عشاء بالجمعية؟ أنا كتير جوعانة يا لولي، ما قدرت أطلع اليوم. ما في شي، اشربوا هون غير ليكي، بتعرفي على كثر النحف حبالي الصوتية انتزعوا؟ أنا كمان انضربوا، يعني لما أحكي صوتي عم يرجف، تقول هالحبال عم يهزوا، بجوز من كتر الأكل. بنتي فيكي شي؟ هلأ بدي إليك شغلة مهمة، نزلنا 1500 حريرة اليوم حياتي. ايه منيح ما نقلونا على المستشفى، يعني الله ستر، مجهود كبير اللي عم نعمله. اي الحق معك بيبي، يعني جسمنا حلو وشكلنا ظريف كمان، حرام اللي عملناه. شايف افكار الانسان لوين ممكن توصله يعني؟ عنا هالاجسام الحلوه شو بدنا بالسبورت؟ ايه مزبوط يا حياتي، يعني لشو نحن الاثنين ما بنطلع 90 كيلو، شو قلنا بالرجيم والرياضه وعله هالقلب؟ والله منيح اللي ما متنا، والله كنا رح نموت الا شوي. اي لؤي، نحن كنا عن جد رح نموت. الله لا يقدر يا لولو. لولي لازم نتصدق مشان صحتنا. لولي انا تصدقت حياتي 2%. يعني عم بقول انه نروح نقعد على الكنبايات وناخذ الفواكه وبناخذ كم قطعه حلو وبنقعد هنيك وبنرتاح منيح. اي ونسينا بعد شوي بيبدا المسلسل. اي بس بالاول خليني اخلص الصحن بعدين بنروح. اي الله خلصه يا عصفوري. بيست فريند فور ايفر. لك شو عم تساووا؟ عن جد ما قدرتوا تكملوا يوم واحد؟ الرجيم الجاية بتاكلوا البيت. تعالي شاركينا. يلا ضبوا المطبخ، مو حلو مبهدل. رح تجي رفيقتي لعندي، ما بيصير تشوف هالمنظر. امي امي صحي، ليش انتي بالبيت؟ مو عيب عليك تقلعيني من هون من بيتي. ليلي مين جاي لهون؟ المهم يجي حدا ظريف. خليها تجي دعاء. لا 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 سوريا، لا خليها تجي دارين، انا كثير بحبها لهالبنت. لؤي اي خلين يجوا يا حبيبتي، عادي خلين يجوا رفقاتك، هن رفقاتنا، ما هيك يا لؤي؟ اي حياتي ما بعرف والله اذا كان فقير الوضع بيختلف، بس قلك شغله يا حياتي، المهم يشوف حاله. ديما. ديما نفسها ديما اللي بالمكتب. هي السنكوحه. شو السبب؟ سبب شو لؤي؟ ما في سبب. ييف بدها تجي وبدنا نقعد نحكي شوي، حكي وتسلاي هيك يعني. تجي طبعاً، تجي حبيبتي عدو وتسلوا. اي رولا شو بدكم تحكوا؟ اي نروم ما عاد فيني. بشو ما بدهم يحكوا يحكوا يا حبيب قلبي، نحنا شو دخلنا؟ انتي ولا يهمك، جهزي حالك يا روحي، انا بزبزب كل شي بالمطبخ هون. اي وقفي، انا خليني اعمل. اي استني شوي حياتي. اي يظهر معدتي فركت علي، خليني اكل شي. استني. اي وقفي. اي ليكي هو نروم. اي ما قدرت ظبط صوتي، كنت بدي وطيئة معلي، هي كله لاني منزعج ومتوتر. اي طلعي حتى انتفخ بطني، شكلي كلي انتفخت. اي كأنه عم بيصلي شي. اي رولا حياتي انا ما حسستك اني مخبي عليك شي. عن شو عم بحكي انا؟ استني استني بجوز انا بدي امرض ولا شي. اي يا روحي حبيبة قلبي حياتي، انت قاعدي مع رفقاتك، قصدي مع رفيقتك. اي انا رايح. اي واحكوا وتسايروا كل شي كمان. انت منيح لؤي؟ ايه انا منيح يا حياتي، انت كيفك؟ مثل الحصان ما شاء الله عليكي يا عصفورتي. وانا كمان منيحه مثلك. منيح يا روحي منيح. هذا لؤي مثل ما بتعرفي بيتحمس وبفوت القصص ببعض دخيله. خلصني يلا خليني ودعك، خد اكلاتك معك، ارتاح بالبيت وكلن عم اهلك. شوفك يا حياتي، عن جد عيار الصوت خربان، انا اليوم مو طبيعي، خليني اروح ارتاح ببيتي. ستي يلا انا راح اروح. خليني اعطيك صحنك، يلا خذه لهذا. يا عمي عمر، إذا اليوم ما عندك شغل معلش تجي لعندي ابني، حابب فضفض لك شوي. مشان مرت عمي؟ لا هالمرة مو مرت عمك، في شي تاني. انت بس تعال. ماشي عمي جاي. يسلموا. أنا رح أفتح. ديما فوتي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي.
جبت بزر قلت بنتسلى بالقعدة سوا أكتر. شكرا كتير، منيح يلي جبتيهم معك، هلا منقضيها فصفصة بزر وحكي بنات. التليفون عميرن، انتي تفضلي فوتي شوي وبرجع. ماشي. انا نريمان خانم بدي ولا كلمة. اصلا في عنا كتير مواضيع نحكي فيها بعدين، لانه في عليك ديون الي ولا نسيتيهم. حاسه انه وقتك عم يخلص؟ وانا كنت بدي اقول لك اليوم. سكتي، شفتي حدا من قبل متبرع بهيك مبلغ كبير؟ صرتي مثل الهم على قلبي، كل هالقصص رح نحكي فيها، ما رح تهربي ما رح تهربي. يلا يلا خلصيني، طلعي لعندها لا تخليها تحس. يلا ماشي. شو صار؟ بيت الإبليكجي مثل مولات التسوق؟ خليني حط باب دوار إذا كان هيك. ها إبليكجي للتسوق، عجبتني هالشغلة. ها وافي أنا بفتح. هذا عمر. هذا عمر؟ وديما هون؟ نعم. مين قلت أنت؟ عاملك هذا عمر أنا عزمته. شو جابون سوا؟ استنى شوي استنى، لا تفتح، واقف دقيقة واقف، خليني عبي مركزي كمرت عمو. عمر تفضل ابني. مرحبا عمي. أهلين. أي عمر يا روحي تقبر قلبي، اشتقت لك كتير بيبي. خلص ناري ما نهدي. كتير اشتقت له. وأنا اشتقت لك مرت عمي. تعا عمر خلينا نطلع ولا رح تموتك هلا. يلا عمي يلا خلاص. طيب يلا يا ريمان. طلعوا طلعوا طبعا طلعوا يا روحي. شو صار يعني هلا؟ اي عمر بالجنينة وديما قاعدة فوق مع رولا، وسامي مع عمر برا ورولا قاعدة فوق مع ديما. كل هالفريق أنا اللي جمعتهم وقاعدين سوا بفضل تعبي، أنا المؤلف والمخرج بالقصة. أي بس بالأخير كلهم زتوني برا وصفيت مثل لاعب الاحتياط، شو أعمل يا ربي؟ خليني أتفرج على التلفزيون، يا ترى في برامج فنية مشان بهدل حدا؟ واضح إنك بنت شغيلة كتير، وين درستي؟ درست سنتين سياحة، يعني ما عندي هيك دراسة أكاديمية كبيرة. برافو كتير حلو، بس شو دخلها بشغلك؟ هو أنا كنت أشتغل خدمة بمطعم قبل ما أشتغل بالشركة، بس صدفة وإجاني هالشغل. معناتها من زمان كنتي تحلمي بهيك شغل؟ مثله؟ لا مو هيك، قلت لك شغلي بالشركة كان صدفة. ايه؟ شو كان حلمك إذا هيك؟ الحقيقة هو أنا بحياتي ما كان خرج حتى أنه أحلم، أصلاً ما فضيت أحلم، بس من صغري وأنا بحب الرسم كتير وكنت شاطرة فيه فحبيت صير رسامة يعني، بس بتضل أحلام ولاد ولدنات. لا ما تحكي هيك، بيقولوا الناس الرسم هو أصل كل الفنون بالعالم. والله ما بعرف إذا هالحكي مزبوط، بس هيك أنا طالعة بحب الرسم. عفواً لحظة. خدي راحتك حبيبتي. هاي جيهان شو بدها هلا؟ تفضلي جيهان. بدي خليكي تستني شوي. وقفي. شكرا. ولا بس ثانية بهالصفحة. تمام. ايه عم اكتب احكي. الاسبوع الجاي بنص الاسبوع. ماشي. انتي بعتيلي الرقم لكان كيف؟ ماشي ماشي، قولي لي وأنا بكتبه. طيب ماشي بشوفك. خدي. يسلموا إيديكي. إيه شو بتعملي؟ هو كتير كنا نسمع عنك قبل ما تجي. كنت بأمريكا بلوس أنجلوس درست موضة. يي يا ديما، عقد ما كانوا الكل يشوفوني اشتري تياب هون قالوا لي روحي درسي عنهم أحسن الشي. الموضة. تعرفي شو؟ كنت فاتحة هنيك موقع على الانترنت طار عقل العالم فيه. كتير حلو، ليش ما بتعملي هون بتركيا نفس الشي وبتكتبي بالتركي؟ ما بقي عندي اهتمام بهالشغلات أبدا، صرت اهتم بغير قصص وقت يلي رجعت. قصدك الحب. وغسان بيك. قصدي الحب وغسان. عمر
رولا بنتي عم تخوفني على حالها كتير. شغلة غسان ما عم تخلص. عمي اسمع، رولا ما عادت صغيرة، برأيي نتركها. بدي اتركها، بدي اتركها بس ماني عم بقدر. ما عاد بدي اياها تزعل. قبل ما تروح على لوس أنجلوس كان نفس الهم فوق راسنا. صارت تروح على دكتور نفسي. بعرف بعرف. طبعا انت كنت بإيطاليا وما حضرت كل المصايب يلي صارت، بس غسان بالنسبة لرولا صاير مثل الهوس. ما بعرف، يمكن صاير مثل الوسواس كمان. خلص لازم تخلص لتعيش. يعني بالأخير نحن ما بنعرف شو صاير بيناتهم. بجوز ما يكون في شي بيخوف، صح؟ يي ديما، أنا ما بفهم بهيك شغلات، وأنتي ما ذكرتيني حتى. بغياب مايا ما بعرف شو أعمل. ما رح تشربي شي؟ تعي روح سوا على المطبخ، إذا بدك منحضر هاد شوكليت. طيب منروح. يلا. خلينا نشرب قهوتنا، بيكونوا عملوها. لا أنت اقعد عمي، ارتاح، أنا بجيبها. شكرا. اشتريت من القهوة اللي بتحبها، هاي 2-1. مثل ما بحبها، شكرا. تعي ديما، المطبخ من هالجهة. ايه أنا بعرف محل المطبخ، فايتة قبل هالمرة عليه بعزايم نريمان خانم وهالقصص. أكيد أمي وعزايمها صارت مشهورة كتير. إذا هيك لكان أنا رح فوت على الحمام وأنتي سبقيني لأجي أنا. طيب. عمر؟ ديما؟ قلي لي شو عم تعملي هون؟ شو بدي أقول لك؟ رولا هي اللي عزمتني، قال بتمل لحالة وما في عند رفقات بتركيا. وأنا وعمي كنا عم نحكي شوي. شو حلوة هالصدفة، يا ريت تطلعي بوشي وين ما بروح. صحي جاية لأعمل هات شوكليت. بفهم إنك بتحبي الهات شوكليت؟ هلأ بيشوفنا شي حدا ويشوفونا، شو دخلني؟ تركني بقى. ما بتركك. خلاص عمر احكي شو بدك. هالكنزة لابقت لك كتير. لا منيح زكية، ما بكي شي، بس لا تفكري حل عنك. ليش مانك عم ترد على تليفوناتي داني بيك المحترم؟ فهمني يلا. معلش تهدي شوي. ما رح اهدى، بظن قضينا مع بعضنا يوم حلو، وبعدين انت لا بتتصل ولا بتسأل ولا اي شيء، واصلا ما عطتني رقم تليفونك. من وراك انجبرت اسرق رقمك من موبايل ياسمين خانم مثل الجدبة، عيب عليك كتير داليا. ليكي بتصير هيك شغلات، اللي بيننا انتهى. وبعدين انا بالنسبة لألي انبسطت معك. وأنا كمان. برأيك ممكن نكمل؟ مو ظابطة حياتي. ليش؟ رح أقلك، صحيح أنا معجب فيكي وكتير، بس أنت عم تشتغلي بشركة منافسة، وأنا ما بدي إياكي توقعي بأي مشكلة بسببي. لا يعني أنت عم تفكر فيني؟ قصدك مشان ما اوقع انا بشي مشكله بدك تخبي حبي بقلبك؟ بالضبط. طيب ماشي، اذا هيك خلينا نخبي هذا الحب لنشوف لامتى بتقدر تخبي. شو هالنسوان هدول؟ شو بينضحك عليهم؟ صارت منيحة هلأ؟ يعني لشوف. طلعت طيبة. دوقيني.
بتجنن، وأنا بدي فنجان كمان. إيه شو سئيل ديما. نقول لهم لعمي ومرت عمي رح يفرحوا لنا. إيه لا أكيد لا لو سمحت. ليش؟ لأن أنا لسه ما قلت لها لستي مو حلوة هيك. آه الحق معك، قولي لها من أجلها. طيب خلينا نشوف شو يلي مخبيتيه بالدفتر يا ديما. انتي هبلة ومسكينة مثل مبين عليكي يا ترى. آه مانك هبلة أبدا. بس بدي اقول لك شغله، معلش اشرب كمان عمر. خلصنا. الله يوفقك. خلاص خلينا نطلع. بدك تروحي هلا؟ ايه اكيد. ديما خلينا نهرب من هون. لا انا ما بدي اروح لانه وعدت لرولا. اها اجا ابن عمي. كيفك ابن العم؟ منيح. بس انا ما شفتك قبل، وين كنت؟ كنت انا وعمي بالجنينه. ديما خلينا نروح نقعد معهم، الجو برا حلو. منروح. طيب ممتاز، خليني خبر أمي لكن تعرفوا أمي بتحب الجماعات. شو عم يصير؟ ليش ساكتين؟ أي شو حلوين هيك كلنا قاعدين الخمسة سوا مرة تانية. ولا نحن ما اجتمعنا قبل هالمرة؟ اجتمعنا هون ولا ما اجتمعنا؟ ما اجتمعنا ولا مرة. رولا وافيني بقى. خلص ماما لا تتوتري يا عمري، أنا وديما صرنا رفقات هلأ، يعني كأنه رح نصير صحبة. ايه صح صحيح رولا، هو بكل الأحوال أنت عم تقضي وقتك بالشركة حلو، وفيك ترافقي ديما وهذا كمان حلو، بس اطلعي من جو الشركة وشوفي غير ناس كمان. أبوك الحق معه يا رولا، شو هذا رايحة جاي على الشركة ومن الشركة، بكرة بصيبك اكتئاب. يي على شو بدي اكتئاب؟ هاي عمر دائما بالشركة. عمر انت عم تكتئب؟ قلن أنا مبسوط على الآخر والله. ها؟ بس مو متأكد إذا منشوف الحياة بطريقة واحدة. مزبوط، لأنه ما يمبين كتير شغلات غريبة ما عم تشوفها، كل واحد بيشوف يلي بده. شو رأيكم نلعب شي لعبة أو نتفرج على شي شغلة؟ لا بس دقيقة، كان هون عم بيصير شي ما نفهمانينه. شوفي أنا ما فهمت أبداً. ما في شي مهم، أنا وابن عمي كتير صحبة ومنخبي أسرارنا مع بعض ومنحب بعضنا بشكل مو طبيعي. تأخر الوقت، لازم أمشي، تعبت اليوم. أنا بوصلك لك. لا حضرتك لا تعذب حالك. معقولة روحي عذاب شو؟ وأنا خليني روح كمان بكفي. يي شو هاد كلكن قمتوا؟ بدهن يروحوا؟ طبيعي حياتي، لأنه الكل عنده شغل، بلا ما نأخرهم حرام ما هيك؟ طيب خليني ودعكم لكان. يلا بنتي. صار لنا زمان ما حكينا سوا، كيفك؟ إن شاء الله مبسوطة هلأ؟ إيه تمام، كله رواق. حلو، عمر مبين عليه من وشه إنه مبسوط. إيه طبعاً، لأنه الأمور تحسنت بعد هديك القصة، والشركة الحمد لله رجعت مثل أول وأحسن. يعني بفهم منك إنه هو كتير مبسوط منك. لازم نطلع من هذا المفرق بلا ما نضيع الطريق. فهمت. إيه إذا حكيتي بتروحي حلاوة الشغلة مثل ما بدك، انبسطوا. ما بلشت لسه مو هيك؟ هاي اجيت
بس بشرط انت بدك تطعميني الفواكه بايديكي. مين رح يطعميك غيري؟ انا حكيت مع ديما. بشو؟ عنا نحن وعلاقتنا. ايه طيب وشو قالت لك؟ اكيد ما كانت مبسوطه بالقصه. يعني ما كتير كانت مبسوطه، بس لا تخافي انا حليتها بمعرفتي وخلاص ما في مشاكل. كيف يعني؟ ديما لسه إلها موقف على اللي عملتيه فيها من قبل، بس من ناحيتنا نحنا بتوقع ما في مشكلة. ديما؟ ما عندها مشكلة بعلاقتنا هيك قالت؟ بالضبط، هي عايشة حالة عاطفية صعبة وبتعرف، وأنا شرحت لها ما قصرت، فهمت أنا كيف حبيتك، يعني فهمت مين هي ياسمين عن جد والشي اللي ما عم يشوفوه فيها، وإنه هي غير ما هنن بيفكروا. إسماعيل هلأ أنت متأكد؟ يعني بلكي رأي الكل بياسمين هو المزبوط؟ أكيد لا، لأنه ما بيعرفوا شو هو الحب وقديش غيرك عن قبل. أنا؟ جد هالقد مستغربة من حالك؟ تعي لعندي تعي، أنت حلوة بكل شي فيكي. السر مثل الشوك بيخليك تغص بكل شيء، بيبقى عم بيلف ويدور جواتك ودائما بيحاول يطلع منك لا تقدر تخلص منه، بتحاول تتحمل غزات الشوك ليطلع، ووقت يلي بيطلع رح يبقى شيء منه جواتك، وجع الشوك جوا رح تبقى الندبة بقلبك اتذكرك بكل شيء راح ليطلع السر، ورح يترك بروحك جرح كبير، بس إذا قدرت تدفن يلي بتقدر تدفنه جواتك وتخبيه مع الوقت رح تنساه ويموت بقلبك ويختفي. تصبح على خير حبيبي، رح نام وأنا عم فكر فيك. يا ريتك تكوني جنبي وعانقك وما أتركك أبداً. تصبحي على خير يا روحي. سارة يلا فيقي يا روحي قومي. يلا حبي قومي بقى، يلا بلا ما تتأخري. يلا ديما وينك انت؟ نسيت شكل وشك، ما عم شوفك من سنة. عم اشتغل حبيبتي. تعي نامي معي شوي، الله يوفقك، انا اشتقت لك كتير. يعني هلأ لأنك مريضة عم تدللي؟ بعدي لشوف. تعي لحضني. يا ريت ترجعي تشتغلي جرسونة، وقتها بقدر شوفك كل الوقت. لا تقولي هيك، أنا عم اشتغل، وبعدين المفروض تتشجعي لما تشوفيني هيك وتنجحي بحياتك ودرسك أكتر. ايه بس أنا بكل الأحوال رح انجح، فيكي أو بلاكي. معناته مو لازمك نصيحتي، ما هيك؟ قصدي إنه عم بشتقلك كتير بس هيك. طيب بنعمل خطة، بأول يوم عطلة إلي منروح على السينما مع بعض. بس ما بدي فيلم ولاد صغار ولا حتى بوشار. بلا لسه بدك تتشرطي كمان؟ ايه تكرمي. منروح بآخر الأسبوع؟ منروح، وانتي اختاري الفيلم كمان. طيب ماشي، إذا هيك أنا رايحة. ويلا انتي قومي لا تتأخري، وخدي دواكي بعد الفطور. الله يقويكي حبيبتي. شكرا يا عمري.